بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 70. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده التقرب إليه بأنواع العبادة، وبين لهم كيفيتها، ومن ذلك الحج إلى بيته الحرام، فقد بين لعباده كيفيته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وأول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، سمي بذلك لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظفار وحلق الرأس وأشياء من اللباس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. وقبل الإحرام يستحب له التهيئ له بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة، وهي: أولا الاغتسال بجميع بدنه، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة. والاغتسال عند الإحرام مطلوب حتى من الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض. والحكمة في هذا الاغتسال التنظف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء. ثانيا، يستحب لمن يريد الإحرام التنظف بأخذ ما يشرع أخذه من الشعر، كشعر الشارب والأبط والعانة مما يحتاج إلى أخذه، لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرامه فلا يتمكن منه، فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذه، لأنه إنما يفعل عند الحاجة وليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة. ثالثا، يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب كالمسك والبخور وماء الورد وماء العود وغير ذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس، ولكن هذا من المستحبات المستحسنات. رابعا، استحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين. والحكمة في ذلك أنه يبتعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر بذلك أنه محرم في كل وقت فيتجنب محظورات الإحرام، وليتذكر الموت ولباس الأكفان، ويتذكر البعث والنشور، إلى غير ذلك من الحكم. والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام فهو واجب، وبقاء المخيط عليه بعد نية الإحرام محظور. ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة صح إحرامه، ووجب عليه نزع المخيط في الحال، فإذا أتم هذه الأعمال فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراماً كما يظن كثير من العوام، لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك، فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. أما الصلاة قبل الإحرام
فالأصح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صادف ذلك وقت فريضة أحرم بعدها، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة. وعن أنس صلى الظهر ثم ركب راحلته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وها هنا تنبيه لا بد منه، وهو أن كثيرا من الحجاج يظنون أنه لا بد أن يكون الإحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون إليه رجالا ونساء ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه، وهذا لا أصل له. والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات في أي بقعة منه، لا في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له وما هو أرفق به وبمن معه وفيما هو أستر له وأبعد عن مزاحمة الناس. وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبن لأجل الإحرام، وإنما بنيت لإقامة الصلوات الخمس فيها ممن هو ساكن حولها. هذا ما أردنا التنبيه عليه، والله الموفق. ويخير المسلم أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج فقط من الميقات ويبقى على إحرامه حتى يؤدي أعمال الحج، والقران أن يحرم بالعمرة والحج معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، فينوي العمرة والحج من الميقات ويطوف لهما ويسعى لهما، ويكون على المتمتع والقارن فدية إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام. وأفضل هذه الأنساك الثلاثة التمتع لأدلة كثيرة، فإذا أحرم بأحد هذه الأنساك لبى عقب إحرامه فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، ويكثر من التلبية ويرفع بها صوته. أيها المستمع الكريم، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.